السلام عليكم. قدم لكم راسي، معكم سيمو البرقادي من مدينة جديدة، 32 سنة. كما كتعرفوا الإخوان، كنشكر قناة أشواق بريس على الحضور ديالها وعلى الاتصال ديالها بهذا البادرة الطيبة اللي كتقوم بها دائما، وكتوصل الصوت ديالها لجميع المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن. مهم، أنا تنقول لكم الإخوان، كنت متعب بواحد الشروة نهائية بزاف، و يعني كنت كنلعب في فلوس ديال بصح، وكنت كنغامر في هادشي ديال بورصه القيم وهادشي. وكما كتعرفوا حاليا دخلت 2022، دخلت قاصحه شويه عليا وطبيت الفلوس، درت فايت، ما بقى راسمي لي حتى شي حاجه، راسمي لي غير لافيسو صباط دابا حاليا وداكشي. وانا واحد الانسان اللي دمو خايب وعروبي وقاصح شويه، كنبغي فهمتي كبرت في الفلوس، خاصني نعيش في الفلوس، ووصلت بيا العظم. دابا حاليا راه كنفكر، ماشي كنفكر، راني دابا حطيت الخسيه ديالي في افيتو باش نبيعها، وراه الناس دابا تيتزايدوا عليها وهذاك الشيء. حاليا واصله 120 مليون، وانا باغي فيها 350 مليون. لما كانش 350 مليون راه ما نبيعهاش، راه واخا وقع لي وقع 350 مليون. المهم كما كتشوفوا الاخوان، انا محافظ عليها 32 سنه، يعني رغم صعاب الحياه المشاكل والعراقيل اللي كنلقاو بما في مدابزات بما في كره القدم، وكنبقى محافظ عليها وشادها. يعني راه فهمتيني، راه ماشي سهله بحال هكا باش تطيح في هذه القضيه. ومهم دابا حاليا عطيني 120 مليون، واتصل بي واحد الطبيب من فرنسا قال لي تقدر نعطوك فيزا ونعطوك كل شيء تسكن عندنا في فرنسا، ونعطوك 130 مليون وتبقى معنا تماك وتعيش معنا وندبروك على خدمه وندبروك على كل شيء. قلت لهم لا، انا باغي نلعب بفلوس ديالي كما بغيت، نخدم حر فهمتيني. الخسيه ديالي ما سخيتش بها ولا يهني، وصلت العظم غنبيعها. وكما كتعرفوا الاخوان، راه واحد القضيه اللي غيدي الخسيه ديالي راه ما غاديش يضيع، لحقاش غير دي شي حاجه اللي مزيانه وخدامه 100%، يعني ماشي شي حاجه اللي يعني ديال واحد انسان اللي دكالي. وانتم كتعرفوا الدكاله باش كيتمتعوا بواحد اللياقه البدنيه والجسمانيه تبارك الله اللي قويه. وكيفاش نقول لكم، عندنا واللي غيديها راه غيدي غير ولد التوام وداك الشيء، حقاش حنا كنولدوا التوام العائله ديالنا وفهمتي، وداك الشيء بالطومبو غادي نقول عليه فهمتي، ولا وهذا اللي غنبيع عليه في حالة ما عجبتوش يرد عليا. المهم خلاها في الكلاسير ديالها، حيت كاينين الناس اللي واقفين عليها محتاجينها، يعني حنا باغيين نبيعوها ولا الا الناس اللي محتاجينها واللي واقفين عليها اللي غيخدموا بها. ما غاديش نبيعوها لاي واحد، ما ندبوها باش يجي يقول لك نبيع عليه، لا، حنا غنعطيو لواحد وخا يكون عنده هشاشه، وخا يكون عنده القط السريع، وخا يكون عنده ما عرف شنو عنده، المهم غتخدم لي، غترجع لي القوه البنيانيه والجسمانيه ديالو، غترجع لي كما هي. حقاش هذه الخسيه اللي غنعطيه اللي غيتمتع بها، اللي خاسر عليها ثروه سمكيه، وخاسر عليها انواع ديال الحوت اللي غالي، الكافيار، الكروفيت رويال، لونغوس، يعني الكراب، يعني خاسر عليها بزاف ديال فهمتي الفيتامينات والبروتينات الى اخره. بلا ما نهضر لكم على الفواكه الجافه، ونهضر لكم على الفواكه لافوكا والكيوي والبعويد وداكشي اللي خاسر عليها. يعني 32 سنه وانا كنطعمها، كنعطيها شي حاجه اللي كاليتي فهمتي، يعني اللي غيدي غيدي شي حاجه اللي مزيانه وخدامه ليه، وما نضيعوش حتى هو ما يضيعني. 350 مليون راه ما تنازلتش عليها حاليا. ها هو كيتصل بيا، ها هو شوف اسمح لي واخويا، لا 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 لا، راه دويت معاك البارح اخويا، لا لا عطاو 130 اخويا، لا لا سير سير فكر مع راسك مزيان، شوف راك غدي خسي مزيان اخويا، سير فكر مع راسك مزيان، راه معانا مساخن ورفيسو وكسكسو، لا 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 سير سير اخويا، شوف خويا مابقاش عيط لي، الله يجازيك بخير، دابا عندي لقاء صحفي مع شواقع، سير اخويا فكر مزيان، الا ما كانش 350 مليون ما تعيطش لي وما تتصلش بيا، يلاه شكرا خويا بالسلامه عليك. شو الناس كيعيطوا لي باقي كذاب، الناس كيعيطوا لي، الناس واقفه عليها، راحت محتاجين للناس بزاف، سيرتو اكثرين الناس ديال اوروبا محتاجين لها بزاف، وغيكون اول مغربي غادي يتطوع باش يبيع الخسيه ديالو، اول مغربي. وما كنصح حتى شي شاب ينوض يدير بحالي، يبغي يعاندني وينوض يدير بحالي، حتى هو يقول لك باغي نبيع خسيه ولا نبيع كلوه. انا كنقول لك انتيردي انتيردي انتيردي، ما ديرش بحالي، انا راه كنلعب بالفلوس صحيحه، نقدر نطب هذيك 350 مليون نعاود بيع الاخرى، ما عنديش مشكل، يعني عندي زائد زائد خاسر، انا هذا العمر اللي كنعيشوا معكم افضل، فهمتيني ولا لا؟ انا يعني اللي خلاتني نبيعها هي صعاب الحياه والمشاكل والعراقيل اللي كنلقى، يعني واقف على الفلوس دابا ديال بصح، يعني خاصني من هنا شهرين تكون عندي فلوس، لحقاش الا ما لعبتش بالفلوس دابا ديالي والثروه ديالي ورجعتها غادي فهمتيني غنقدر نحتاج نبيعهم حتى بجوج. وانا راه خدام خدام بهم بجوج، خدام بوحده راه نخدم بها، يعني مخير نقدر تضرب ليا حتى 50 عام، يعني خدامه مزيان، يعني بجوج مخدامين، هذا اللي غيدير غيدير شي حاجه مزيانه. وكنصح هذا اللي غيجي ياخذها، راه ما غاديش ما غاديش تضيع، راك غادي شي حاجه خصيه اللي مزيانه غتخدم لك ديال بصح، يعني فكر مزيان، وهذيك 350 مليون ديالك راه ما غاديش تلوحها في الارض.
يعني شي حاجه اللي غتخدم بها غتستافد منها حتى انت. فكر مزيان يعني هذا الشيء اللي كنقول لك اخويا، فكر قبل ما تشري، راه غتاخذ خصيه مزيانه وغتاخذ شي حاجه اللي خدامه وغتخدم لك ديال بصح. يعني حنا ما كنتفلاوش في هذا الشيء، وبلا ما يتصل بيا شي واحد على القناه ديالي سيمو البرقادي، حيت القناه ديال سيمو البرقادي راه غنخلي لكم تما الجديد وكيفاش كدوز العمليه القيصريه. راه كدوز عمليه اللي ساهله ماهله، اللي كدوز قال لك مده ديالها ديال النهار ف 10 سوايع ديال العمليه. كيفاش كيجبدوا واحد الشيء الصعوبه ديالها باش كيخرجوها من الغشاء ديالها، وداك الشيء كطلب واحد شويه ذاك، ولكن قال لك كدوز الحمد لله بخير وعلى خير. المهم حنا غادي نغامروا بحياتنا، ولكن من اجل تحسين الوضعيه وحسن المعاش. وكما كتشوفوا الحكومه ديالنا حنا زادت علينا في كل شيء، قررت حاليا اخويا باش نبيع الخصيه ديالي. صافي الخصيه ديالي لحقاش كنلعب بها بيديا يوميا، ما يعني ما مخدامش بها حاليا، وكنشوف راسي 32 ساعه ما مستفدت منها والو، ما عطاتني حتى شي حاجه وما درت بها حتى شي حاجه. يعني الثروه ديالي كنلعب بها بيديا يوميا، قلت علاش لي ما نوش نبيع منها وحده يعني فهمتي، وحده خدامه. سولت على حد دوي، ديجا دويت مع اطباء لي بروفيسور في هادشي ديال الخصيتين فهمتي، في اوروبا في امريكان وداكشي، وهضروا معايا قالوا لي وحده راه تقدر دير تعيش بها مزيان فهمتيني ولا لا. وصيفطت ليهم الدم ديالي وعرفوا انني راه كنت متع بصحه وواحد اللياقه بدنيه اللي قويه وعندي خصوبه، يعني هذا اللي غدا غيولد 100% يعني ما غاديش في الولاد، غير ما يقدروا يطلعوا شي بولي، ولكن ماشي مشكل. المهم راه غيدي حتى هو تدري زوين وبخير وعلى خير. هادشي اللي بغيت نقول لك. المهم اللي بغاها يتصل بيا في القناه ديالي، راه غنخلي لكم النمره ديالي والقناه ديالي في شي في يوتيوب سيمو البرقادي. ومرحبا والف مرحبا، انا راه موجود، راه الاشاره 24 ساعه 24 ساعه، ما كنعش هاد الايام حتى نبيع. خويا كنت كنلعب فلوس صحيحه، واحد اللحظه راك عارف بورصه القيام، مره طالعه مره هابطه، فايت عادي كتوقع لاي واحد ملياردير، اي واحد كيعيش. وانا راه كنت كندير الخير بزاف، عاونت الناس، عيت الناس، ما كاينش ولكن باش نتصل بالناس عاونوني، اش عيطك؟ اش عيطك؟ مليون، جوج، 5000، ما عيط هو داير لي والو. انا خاصني نرجع الفلوس ديالي 350 مليون، خاصني نلعب بها هذيك 350 مليون ياك، 50 مليون غنخليها و 300 غنلعب بها في بورصه القيام فهمتيني. ماشي يدور الشهر دخل ثاني واحد المليار لعيبات فهمتي، تروج فلوس ترجع فلوسك، ومني غنرجعها فهمتيني نقدر نمشي نشري وحده اخرى ثاني من عند شي واحد، ماشي مشكل، حتى هي سنه الحياه فهمتي، راه حنا غنعيشوها مره واحده. اللي ياخذ راه غيخدم بها، غادي يبغي الاولاد، يبغي يمارس مع الزوجه ديالو، غيبغي يعيش حياه الرفاهيه، غي فهمتي ما يبقاش عنده سرعه القذف، ما يبقاش عنده بزاف الحوايج، غتولد الرشاقه والحيويه، غيولي يتمتع بنيه جسمانيه. راه حقاش هي اللي فيها كل شيء، راه هي المنبع الحياه. اي وحده انا خدام بها، يعني وحده ضرب لي 50 سنه، انا ما عنديش مشكل، واش انا غنضمن راسي غنعيش 50 سنه؟ انا عندي دابا 32 سنه، ضرب على في 50، يعني راه دراسه عليا. حنا ما كنهضروش، كنهضروا بالعين. يعني الخصيه ديالي راه غاده مزيان دابا. وحده راه كافيه. الرساله الاخيره ديالي كنقول لكم مغاربه، ما يحاولش واحد يتفلى عليا ولا شي، راه حقاش كنهضر بصح. راه خصيه راه دايره 350 مليون، ما يحاولش واحد يعطيني حتى 200 منو 300، راه ما نبيعش. راه لا ما كانت 350 مليون واقفه على رجليها، راه نيفر، راه ما يديهاش. ايوا كنقول لكم ما يحاولش شي واحد يعني شي طفل باقي قاصر وشي حاجه ينوض يبغي يعاندني ويدير بحالي فهمتي ولا شي حاجه. هذه رساله تنقولها انا راه بكل القوه العقليه غنتحمل جميع مسؤولياتي، انا الخصيه ديالي وحر فيها من الجسم ديالي، حتى كاينين اللي كيتبرعوا بالاعضاء ديالهم والعيبات، كتبغى نتبرع معاها بان كانت عندي الفلوس. دابا حاليا ملي طبي درت فايت، انا دابا حاليا واقف عليها باغي نبيعها. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.